السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة. اليوم راح تكون جولتنا في شوارع وأحياء مكة المكرمة، نشوف فيها الأمطار والخير والنعمة اللي جتنا. شوف السيول، شوف السيل هنا، ما شاء الله. شوف ما شاء الله، اي جانا خير الحمد لله، جانا خير وسيل. اوه بسم الله الرحمن الرحيم. ها شفتم، احنا الان في اعلى قمة هذا المخطط، واطلالة جميلة على منطقة الحرم، على احياء مكة. شوفوا الناس وين جالسين، وصور جميلة يشوفونها للحرم. شوف الحرم ما شاء الله، حتى شوف الأولاد اللي فوق الجبل هنا. كل الناس مستمتعين بهذه الأجواء ما شاء الله. شوف الناس هنا، والله أجمل إطلالة واستكنانة في هذا الصباح. ما شاء الله، شوف السحابة اللي جاية من غرب الحرم على أحياء مكة. خلاص هذا باتجاه حي العمرة، مسجد التنعيم، طريق المدينة، وداخلة على منطقة المسجد الحرام وأحياء مكة. شوفوا جبل ثور داخل معنا الآن في الصورة. طيب دخلنا الآن على حي الخالدية، أحد الأحياء الجميلة والقريبة للحرم، ونشوف السيل ما شاء الله. شوف السيل، على اليمين حي الخالدية، وعلى اليسار حي الرصيف. ما شاء الله تبارك الله، شوف الإطلالة الجميلة على الحرم من حي الخالدية. ونخرج على طريق أجياد من حي المسفلة. شارع أجياد، حي الروابي،
كل هذه الفنادق لها حافلات تنقلك إلى مواقف ريع بخش جنب الحرم. طيب ناخذ جولة في جبل أجياد حي الروابي. شوفوا الإطلال الجميل على الحرم. راح ناخذ يمين، راح ناخذ يمين أجياد المصافي، ناخذ فيه جولة سريعة. شوف مواقف ضيوف الرحمن توصل حتى هنا. جبل الخزان. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. رمضان على الأبواب، باقي شهر ونستقبل رمضان. شوفوا من هنا مسار وناخذ يسار، ناخذ يسار على الإطلالة الجميلة. بسم الله الرحمن. طبعا هذه طلعة كبيرة لكن يمكن ما تنشاف في الصورة. هذا الخزان اللي يغذي حي أجياد، أجياد المصافي، حي الروابي. وهذه إطلالة على جبل ثور، جبل خندمة. ونجي نطلع فوق. طيب ما شاء الله نجي على هذه الإطلالة الجميلة على حي أجياد المصافي، شارع بير بليلة، منطقة الحرم. ما شاء الله تبارك الله. وشوف الأجواء غرب الحرم، شوف هذا باتجاه غرب الحرم. لكن ما شاء الله وعلى اليمين جبل خندمة، أجياد المصافي، أجياد السد، جبل سبع البنات، هذا حي الروابي. شوف هذا حي الروابي شوف الأمطار على جهة غرب الحرم وجاية علينا. ما شاء الله بعد ما أخذنا جولة في جبل أجياد نازلين على طريق أجياد، نازلين على منطقة الحرم.
شاء الله إطلالة فخمة على أحياء مكة، وشوفوا قريب للحرم. تسكن في هذه الأماكن قريب للحرم. إذا قابلت سيارة ما معك إلا مسار واحد فقط. يا إن شاء الله ما نحصل أحد ثاني. طبعا في درج جميل تنزل منه الى الحرم، يمكن رمضان راح نجي منه، نجي نوقف في هذه الاماكن. لا صعب صعب هنا، خصوصا من بعد صلاة العصر حتى صلاة ما ادري، ما يبي يعطيني مجال. من بعد صلاة من بعد صلاة العصر أو من بعد صلاة الظهر حتى الساعة 12 في الليل ما تقدر تمشي في شارع أجياد اللي تحت، كله مزحوم حافلات. فالأفضل إنك ما تدخل هذه الأماكن. على اليمين في إطلالات جميلة على منطقة الحرم، سبق غطيناها، ما هو الجمعة اللي فاتت اللي قبلها، وما برضو موسم الأمطار اللي فاتت غطينا الإطلالات اللي فوق. خلاص خرجنا الآن على طريق أجياد، خرجنا الآن على طريق أجياد كدي أجياد الحرم. ومع هذه الحافلات باتجاه الحرم ندخل على أجياد الحرم. شوفوا زحمة الناس، زحمة الحافلات، زحمة المعتمرين. منطقة الشهادة أو فندق الشهادة،
طيب راح نخرج من أنفاق المسخوطة أو ناخذ جولة سريعة في أجياد المصافي. هذه منطقة أجياد المصافي، وراح ناخذ جولة وندخل إلى أجياد المصافي. شوفوا المعتمرين زحمتهم، ما شاء الله تبارك. خلاص داخلين على الحرم في هذه الأجواء الجميلة بعد رشات المطر أو بعد الأمطار الغزيرة. شوفوا لهم داخلين على الحرم، ما شاء الله. ندخل الآن على أجياد المصافي، هذا المدخل الرئيسي إلى أجياد المصافي. لا ما أعرفه، ما أعرفه، ودي أخدمه لكن ما أعرفه والله. شوف هذه أنفاق المسخوطة راح نخرج منها الآن. شوف أجياد المصافي ما شاء الله. فندق زوار البيت. خلاص نخرج الآن على مكارم أجياد، بعدها ناخذ يوتير ونخرج على أنفاق المسخوطة. إذا خرجنا على الدائري الثالث مباشرة. صراحة المسافة بالضبط ما أدري، كيلو 2 كيلو ما أدري والله، لكن تقريبا هذا أطول نفق. هذا جبل ثور أمامنا بإطلالته الجميلة، والسحاب ما شاء الله يعانق جبل ثور. وحي جبل ثور الثقافي خلاص قرب ينتهي وجاهز لاستقبال ضيوف الرحمن، وحتى نشوف زحمة الحافلات عند المدخل، مدخل جبل ثور. جامع شهيد المحراب. ما شاء الله هذه حي الهجرة. حي الهجرة نعم. نخرج على الدائري الثالث، كنا في شارع الخدمة.
شوف الشوارع باقي مليانة موية. المحطة هذه مقفلة. يلا طيب، الآن داخلين على مواقف كودي، وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.